اليوم السادس من كانون الثاني يحتفل العراق بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، 100 عام من التضحيات والبطولات والانتصارات والرجولة. احتل الجيش العراقي بحسب تقرير Global Firepower المرتبة 50 من بين جيوش 138 دولة على المستوى الدولي والعربي، وكان الجيش العراقي بالمركز 47 دولياً والرابع عربياً في تصنيف عام 2019، فيما جاء في التصنيف الجديد في المركز 50 و21 آسيوياً والخامس والسابع على التوالي في قائمة أقوى الجيوش العربية والشرق الأوسطية، إذ يعتمد المعيار العالمي من خلال تصنيف الجيوش على تعداد الجيش وقدراته القتالية وجاهزيته، وأن أفراد الجيش بمختلف منتسبيه العسكريين والمدنيين والضباط والمراتب يناهز 310,000 شخص، 14 فرقة عسكرية. الفوج الأول لجيش العراق تأسس يوم 6 كانون الثاني عام 1921 بالعهد الملكي، وحمل اسم موسى الكاظم الذي ضم بين جنباته عدداً كبيراً من ضباط النخبة السابقين الذين انخرطوا بالجيش العثماني وقت ذاك. جيش سرعان ما أخذ يتنامى من خلال تشكيل فرقتين للمشاة، إحداهما في الديوانية جنوبي العراق والأخرى في كركوك في الشمال، إضافة إلى تشكيل القوة الجوية عام 1931 والقوة البحرية عام 1937. وبغض النظر عن الحروب والمعارك التي خاضها الجيش العراقي، تحتوي قائمة المعدات الحالية للجيش العراقي على أغلب معدات الجيش بدءاً من سلاح المشاة مروراً بالأسلحة الصغيرة ثم المتفجرات وأسلحة مضادة للدبابات وأسلحة مضادة للأجهزة والمعدات العسكرية الأخرى وأيضاً الصواريخ. ويمتلك الجيش أفضل 4 دبابات ابتداءً من M1 أبرامز، وعددها لدى الجيش العراقي حوالي 146 دبابة، والT-72 وعددها لدى الجيش حوالي 125، والT-52 ويملك الجيش العراقي منها 72 دبابة ومدرعات BMB-1 القتالية وعددها 322 مدرعة. ويمتلك السلاح الجوي الآن مجموعة كبيرة من المقاتلات الحديثة، بينها 36 طائرة من طراز F-16 و20 مقاتلة من طراز T-50 و22 مقاتلة سوخوي ومقاتلات أخرى فرنسية وبريطانية وجميعها داخل الخدمة. وأخيرا، لا توجد أرقام دقيقة عن تعداد الجيش، ولكن التخمينات تشير إلى وجود 445,000 مقاتل بضمنهم الاحتياط. فكل الحب والتقدير والتحايا والاحترام العالي والتقدير العالي لأبناء القوات العراقية المسلحة بكافة صنوفها في هذا اليوم الأغر.